بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمثال 9 عندنا هنا، بس أوضحها لكم، هو عبارة عن قطعة أو بليتة من الألمنيوم وبليتة لخ من ستيلس ستيل. دول سويناهم جينا طبقناهم سوا، بس هذا نتيجة خطأ بالصنع. الرفنس يعني النعومة مال ذن السطحين مختلفة، فأكو مكان يعني هنا يقول إن كونتاكت، دول خليناهم، فأكو 40% من هاي الأريا صار اتصال بيناتهم، و60% صار هواء بيناتهم، ومنطينا سمك الهواء الفجوة. فهذا بالضبط، يعني بالضبط هذا المثال هو هنا راسمي ومضحة هنا بالصورة أمامكم. هذا شوفوه هنا، هنا مسوي المقاومات وهنا مسوي، فأكو 3 مقاومات على التوازي ومقاومتين وياهن ذني على التوالي. هذا بالضبط هو مثل هذا الشكل، هذا بالضبط هو مثل هذا الشكل. فإذا هسه نكتب مثل ما هو مسوي، هذه 1، هاي 2، هاي 3، هاي 2، هاي 3، هاي 4، وهنا 5. فإذا R1 وR5 ويا الR equivalent، الR equivalent لواحد العفو 2 و3 و4، دول وياهم دول اللي هم مربوطين على التوازي، كلهم يكونون على التوالي. يعني R1 أعيدها وR5 وR equivalent ذن يكونون على التوالي. فإذا نوجد ذن المقاومات، نقدر نوجد ذن المقاومات. فلذلك تشوفون هنا بالحال وجد أول مرة المقاومة R1، بعدين وجد R5، ها هي R1 وR5، بعدين وجدنا R2 اللي هي الجزء اللي نفسها الطول بس بالنسبة للستيلس ستيل، ستيلس ستيل، وجدنا الجزء اللي هو للألمنيوم، ووجدنا الجزء اللي هو للهواء. هذول هم مربوطين توازي، فوجدنا اللي هي 1 على R equivalent، 1 على R2، 1 على R3، 1 على R4. وجدنا الكيوفلنت مالتهم، ورا ما وجدنا الكيوفلنت مالتهم اجينا ذول المقاومات جمعناهم R1 وR equivalent R5، وجدنا التوتال المقاومات، التوتال وجدنا المقاومات التوتال. هسه ايش عندنا؟ كيو كيو راح يساوي دلتا تي على ال، يعني كيو يساوي دلتا تي اوفر سميشن ار. فهاي هي سميشن ار وهاي الدلتا تي، فوجدنا الكيو اللي هي كيلو بير يونت ديبث. هسه اريد فرق درجات الحراره او الدفرنس ايش قد صار اختلاف بيها. فلما احنا عندنا المقاومه اللي هي مال ال 4.096، يعني هاي اللي هي مال الهواء ذني اللي هن، يعني هذا اللي يمثل مال التوازي، ضربناها في لان راح يصير كيو في ار يساوي لنا دلتا تي، كيو في ار يساوي دلتا تي. فهاي ار وهاي كيو وهاي دلتا تي المطلوبه، يعني الديفرنس صار الدروب اللي صار بالتمبرتشر بالانترفيس، الدروب اللي صار بالانترفيس. شنو موجوده المقاومات مالته؟ موجوده هاي بي المقاومه، موجوده هاي مال الهواء، وموجوده هاي مال الحديد، يعني وحده مال الحديد ومال الالمنيوم ومال الهواء اللي وجدنا لهم احنا مقاومه اكيوفلنت، فوجدنا الدروب بالتمبرتشر. هاي بالنسبه لل، هذه بالنسبه للسؤال العشرة. هو السؤال هنا سلندريكال، هنا سلندريكال وكو بخار بالداخل ومنطينا يعني معامل انتقال الحرارة الهواء العفو البخار. بس خلي نعيد قراءته، يعني ستيل بايب انسايد دايمتر 100 ملمتر او السايد دايمتر 120، يعني اذا الانسايد مالته 100 والاوتسايد 120، الانسايد 100 والاوتسايد 120، هاي الدايميتر. زين منطينا كي مال الستيل، منطينا كي مال الستيل وذ 40 ملم ثيك، هاي تمبرتشر انسوليشن اخذنا عليه انسوليشن 40 ملم،
يعني إذا نضفنا منها 40 ومنها 40، فإذا المية وعشرين إيش قص صارت؟ صارت 200، يعني هو الداخلي 100 والخارجي 120، الميتين منين اجت؟ لان 40 منها و40 منها. And another insulation 60 ملم، وضفنا عازل ايضا لاخ سمكه 60، ضم سمكه 60، يعني قبلها عازل سمكه 40 وهسه عازل سمكه 60، فاحنا وين وصلنا؟ وصلنا ل 200، على 200 ضفنا 60 منها و60 منها، يعني ضفنا على 120، ايش قد صارت؟ صارت 320، صارت 320. هسه يقول هي ترانسفير كوفيشن بالانسايد والاوتسايد هي 550 و15 منطيناها، وذا بايب كاريز ستيم ب 330 منطينه، يريد ذا ريت اوف باي ستيم بير يونت لينث اوف ذا بايب وذا تمبرتشر اوتسايد ذا سيرفيس. اوتسايد ذا سيرفيس يعني يريد درجه الحراره خارج السيرفيس هنا، خارج السيرفيس، ويريد الريت اوف الهيت. احنا هنا لو تلاحظون عندنا هاي كونفكشن 300 بالداخل، هاي كونفكشن، هاي كوندكشن مال الجدار، هاي كوندكشن مال العازل الاول، هاي كوندكشن مال العازل الثاني، هاي الكونفكشن الخارجيه، هنا درجه حراره 15. فاذا هذول مع هذول، فاذا يقول لنا نعتبره بين يونت لينث او نعتبر الطول واحد. فاذا اول مره الكونفكشن بالداخل ار هي 1 اوفر اتش اي، زين الاي هي 2 باي ار ال، هاي الاريا الداخليه اذا اخذنا نصف القطر الداخلي 2 باي ار ال، ال واحد فراح. فاذا ال لو تلاحظون هنا احنا كانت عندنا ال اتش 500 و 2 باي والار اللي هي 50 لان القطر كان عندنا 100 فطلعنا هاي. والريزستنس اوف ستيل بايب ايضا لين الار مال الكوندكشن يساوينا لين 2، العفو لين ار 2 على ار 1 اوفر 2 باي كي ال، ال واحد فصارت 2 باي كي اللي هو هذا 2 باي كي، عوضنا ايضا هاي المقاومه الثانيه. المقاومه الثالثه ايضا نفس الشيء، اخذنا نصف القطر على نصف القطر يعني الاكبر على الاصغر، ونفس الشيء المقاومة الثالثة أيضا أخذنا الريزيستنس هنا، هاي المقاومة الثانية، هاي المقاومة الثالثة، والمقاومة الرابعة أيضا الريزيستنس. المقاومة الخامسة هي كونفكشن أيضا هذا وجدناه اللي هو أيضا 320 نصها 160 فضربنا فيها هنا. فإذا الكيو شو يساوي لنا؟ دلتا تي على التوتال ريزيستنس، دلتا تي على التوتال ريزيستنس، ووجدنا هاي الدلتا تي. هسه يريد ال التمبرتشر اوتسايد ذا هذه، يعني وين موجوده؟ يعني اذا هاي، اذا هاي تي 1 وهاي تي 2 وهاي تي 3 هاي تي 4، فاذا تي 4 هنا موجوده، يعني اذا نجي الار 5، الار 5 عفوا ار 5 وكيو هنا تساوي كيو اوفر دلتا تي 5. فإذا دلتا تي 5 هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن تي 4 ماينس 25 اللي هي هاي. فإذا نجيب هنا تي 4 ننقلها، وهاي كيو في ار 5 ضربناهم، فتطلع عندنا هاي المعادلة، يعني تي 4 تساوي لنا 25 زائد كيو في ار 5، كيو في ار 5 في ار كيو في ار 5 زين. فهاي اللي هو البقية، الجزء الآخر هو روتيني، يعني نفس الشغلة الأخرى أيضا سوينا المقامات ووجدنا هنا. حتى يوجد اليو أوفر أول، اليو أوفر أول على المبني على المساحة الخارجية، فطلع طلع المساحة، لأن اليو شو يساوي لنا؟ كيو على أي، هذا القانون على كيو على أي دلتا تي. فهاي هي الأريا حسبها
والدلتا تي عندنا 275 لأن 300 ناقص 25 وعندنا هذا الأوفر أول طلع الأوفر أول هيت ترانسفير كوفيشن مبني على الأوتسايد أريا. شكرا جزيلا.